السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم مجدي عبد الغفار، يا رب دايما تكونوا بخير. في البداية بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. حلقة النهاردة هتكون بخصوص شاشة سامسونج. كتير كتبوا لي في التعليقات ازاي اعمل تسجيل الدخول، ازاي اضيف حساب سامسونج على الشاشة، او اضيف اكتر من حساب على الشاشة. السؤال التاني، ازاي اعمل تثبيت للتطبيقات، ولو نفترض في تطبيق انا مش عارف اوصل له، زي تطبيق مثلا شاهد، ازاي اوصل للتطبيق. والسؤال التالت، نفترض انا عايز اعمل تسجيل صوتي باللغه الالمانيه او باللغه الايطاليه او باللغه الاسبانيه، ده بيتم ازاي؟ الحلقه بتاعت النهارده مهمه جدا، ولو عندك اي استفسار بخصوص شاشه سامسونج او شاشه ال جي، الريسيفر، الدش، الراوتر، اكتب لي في التعليقات وان شاء الله هرد عليك، عشان تعليقك والله العظيم انا بسجله عندي وبعمل بيه فيديو وبنزله على القناه، فدورك بقى تشترك في القناه وتفعل الجرس على كل عشان لو نزلت اي فيديو جديد يجي لك اشعار بالفيديو اللي جاي. يلا بينا نخش على الشرح العملي. يلا بينا. اول حاجه هتدوس على علامه البيت في الريموت كنترول، وبعد كده هتروح على الاعدادات او السيتنج، علامه الترس، وتدوس اوكي. هتقف على كلمه عام وتحوط شمال وتختار مدير النظام، بعد كده حساب سامسونج وتدوس على اوكي. زي ما حضراتكم شايفين ده الحساب اللي انا ضايفه على الشاشه. لو انا عايز اضيف حساب تاني بعمل ايه؟ بختار تسجيل الدخول وادوس على اوكي. بيجيب لك اختيارين، الاختيار الاولاني بتضيف الايميل وتكتب الباسورد وتدوس على تسجيل الدخول اللي هو الجيميل، نفترض دروس مجدي @gmail.com ودخلت الباسورد، تسجيل الدخول، الاكونت اتضاف على الشاشه. جميل جدا، انت هتكتب الاكونت بتاعك. طيب في طريقه تانية، عبر موقع الويب، تضغط هنا، بعد كده بتجيب التليفون بتاعك وتعمل مسح للكيو ار، تعمل مسح للرمز ده من خلال الكيو ار كود. اللي بيحصل بعد كده بيجيب لك على التليفون الاكونت اللي انت هتضيفه على الشاشه. نفترض مثلا الاكونت ده انت بتستخدمه في متجر جوجل بلاي او الاكونت بتاع قناتك على اليوتيوب، بتختار اي اكونت وبعد كده بيتضاف على الشاشه. اللي يحصل بعد كده تقدر بعد كده تثبت كل التطبيقات وتقدر تعمل تسجيل صوتي. طيب ودي الحاجه رقم واحد، ازاي تضيف اكتر من اكونت على الشاشه، الموضوع سهل جدا وبسيط. السؤال الثاني، ازاي اثبت التطبيقات ولو نفترض في تطبيق انا مش عارف اوصله ازاي؟ هتدوس على علامه البيت في الريموت كنترول، بعد كده هتختار الابس او التطبيقات وتدوس على اوكي. وزي ما حضراتكم شايفين بيفتح معايا المتجر الخاص بشاشه سامسونج، دي كل التطبيقات الموجوده على المتجر. تنزل تحت، دي تطبيقات جديده انا مش محملها على الشاشه، يقول لك ما الجديد. تنزل تحت هيجيب لك التطبيقات اللي انت ثبتها على الشاشه، التطبيقات التي تم تنزيلها، دي كل التطبيقات اللي انا نزلتها على الشاشه. تطبيق زي شاهد كتير كتبوا لي في التعليقات مش عارفين ننزله على الشاشه. اي تطبيق مش موجود عندك هنا بتعمل ايه؟ بتروح على السيرش فوق، بحث في التطبيق وتدوس على اوكي، وتكتب اسم التطبيق هيظهر لك. طب نفترض اسم التطبيق باللغه الانجليزيه والكيبورد باللغه العربيه، اعمل ايه؟ انت عندك هنا مكتوب عربيك، لو ضغطت هيجيب لي اي ان جي انجلش. نفترض لو انت مش ضايف اللغه الانجليزيه على الكيبورد تضيفها ازاي؟ الترس ده تضغط عليه، تختار كلمة اللغة، هيجيب لك كل اللغات، علم صح على اللغة اللي انت عايزها. نفترض دويتش، هعلم صح عليها زي ما احنا شايفين اضافت عندي، ولو دوست على اغلاق وجيت هنا عربيك انجليش جيرماني دويتش، عايز اشيل اي لغة انا ضفتها على الكيبورد بتدوس على الترس، وبعد كده بتروح على كلمة اللغة تضغط اوكي وتشيل علامة الصح من عليها، هلاقي اللغة اتشالت من عندي وادوس على اغلاق. عايز اضيف تطبيق شاهد بعمل ايه؟ هخلي الكيبورد باللغة الانجليزية واكتب شاهد اس اتش، مجرد ما كتبت اس اتش جاب لي التطبيق فوق، تطبيق شاهد، هضغط على اوكي، هنتظر لحد ما يحمل معايا. انا اساسا مثبته على الشاشة. طب نفترض لو في تطبيق مش متثبت اعمل ايه؟ بتثبته ازاي؟ هوريك دلوقتي.
هدوس على الباك السهم المعكوس ضغطه جامده شويه تخرج من اي حاجه انت واقف عليها. بعد كده ادوس على جميل جميل. طيب بتدوس على علامه البيت في ريموت كنترول وتختار الابس. نفترض مثلا هختار اي تطبيق من التطبيقات اللي انا مش مثبتها. هنزل تحت شويه عايز مثلا تطبيق خاص بالالعاب. عندك بقى فيها العاب ونمط حياه حاجات كتير قوي. نفترض مثلا لعبه زي دي. بعد كده ادوس على تثبيت. هنتظر لحد ما يحمل معايا وده راجع لسرعه الانترنت زي ما احنا شايفين بيقول لك فتح ولا اغلاق. هدوس على اغلاق. عايز اضيفها للشاشه الرئيسيه تبقى في الايقونات اللي موجوده تحت. هختار هنا اضافه الى الرئيسيه. بيجيبها لي. اروح يمين اروح شمال دوست اوكي اتضافت عندي. عايز اشيلها من الشاشه الرئيسيه بقف عليها وانزل سهم لتحت بيجيب لك نقل ولا ازاله. اي ايقونه هنا انت مش عايزها تقف عليها وتنزل سهم لتحت. لو عملت ازاله ودوست على ازاله للمره الثانيه بتتشال من الشاشه الرئيسيه ولكن التطبيق بيفضل موجود عندك على الشاشه انت بس شلته من هنا. تمام. طيب يبقى عشان احمل اي تطبيق اثبت اي تطبيق عندي على الشاشه لازم تضيف اكونت على الشاشه. تمام. طيب السؤال الثالث عايز اغير اللغه بتاعه التسجيل الصوتي. بتدوس على علامه البيت في الريموت كنترول وتختار الاعدادات او السيتنج. تقف على كلمه عام وتحود شمال وتختار الصوت. هيظهر لك اختيارين هتختار الاختيار الثاني ضبط بيكس باي فويس وتدوس على اوكي. وزي ما حضراتكم شايفين بيجيب لك كل اللغات اللي موجوده عندك على الشاشه. عندك فيه انجلش يونايتد كينجدم وعندك فيه انجلش يونايتد ستيت وعندك فيه انديا وفي اسباني وفي ايطالي فرنساوي والماني وصيني او ياباني واسباني وعندك برتغالي. نفترض هختار دويتش ادوس على اوكي بيجيب لي هنا علامه صح وبالتالي اقدر اعمل تسجيل صوتي باللغه الالمانيه. هرجع للغه الانجليزيه ادوس على اوكي. اي حاجه انت بتختارها بيجيب لك جنبيها علامه صح. نكتفي بهذا القدر. لو عندك اي استفسار بخصوص شاشه سامسونج او شاشه ال جي الريسيفر الدش الراوتر اكتب لي في التعليقات وان شاء الله هرد عليك. ما تنساش تشترك في القناه وتفعل الجرس على الكل عشان لو نزلت اي فيديو جديد يجي لك اشعار بالفيديو اللي جاي. كان معكم مجدي عبد الغفار والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.